الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين معلم البشرية الأول الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أبناءنا طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه والسلوك، ومعكم معلمكم عبد المجيد زكريا، والدرس بعنوان سورة الفاتحة. وبداية أحبائي نستمع إلى تلاوة السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا أحبائي، لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ نعم أحسنت، لأنها تفتتح بها القراءة في الصلاة، أو لأنها تفتتح بها المصاحف. لنتعرف فضلها، فضل سورة الفاتحة. تأمل معي عزيز الطالب إلى هذا الحديث. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نشاط واحد أحبائي، من خلال الحديث السابق أستنتج فضل سورة الفاتحة وأذكر ثلاثة من أسمائها. أولا فضلها، ما فضل سورة الفاتحة؟ لو تأملنا الحديث السابق سنجد أنها أيوه كما قلت أعظم سورة في القرآن الكريم. ممتاز، لنأتي إلى أسمائها. فمن أسمائها، تأمل معي، الأولى فاتحة الكتاب أو أم الكتاب، الثانية السبع المثاني، الثالثة القرآن العظيم. لنأتي إلى تفسير بعض الكلمات في سورة الفاتحة. معنى الاستعاذة والبسملة. معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله معناها ألجأ إلى الله وأعتصم به. الشيطان معلوم أنه إبليس وجنوده. الرجيم وهو المرجوم أي المبعد عن الله سبحانه وتعالى. معنى البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله أبدأ قراءتي مستعينا بالله. الرحمن وهو ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق، رحمة عامة. أما الرحيم ذي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، فالرحمن عامة أما الرحيم خاصة بالمؤمنين. تكملة لتفسير السورة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نبدأ، الحمد لله معناها الثناء على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام. رب
الرب هو المالك المدبر، وعرفنا ذلك في مادة التوحيد. العالمين جمع عالم، جمع عالم، وهو كل ما سوى الله فهو عالم، مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان وخلافه. مالك هو مالك جميع المخلوقات ومدبرهم. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. نشاط اثنان، أذكر اثنين من المواضع التي يشرع أن نقول فيها الحمد لله. هذه الموضعين بنقول فيهم لفظ الحمد لله. الموضع الأول بعد الانتهاء من الطعام والشراب، عندما تنتهي من طعامك أو من شرابك تقول الحمد لله. الموضع الثاني بعد العطس، عندما تعطس فتقول الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معناها نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا غيرك. إياك نستعين، نطلب العون منك وحدك ولا نطلبه من أحد غيرك. مر بك في مقرر التوحيد الفصل الأول معنى العبادة، فما معناها؟ تذكر معي معنى العبادة في الفصل الأول في مادة التوحيد. نعم، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ودرست ذلك في مادة التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معناها أرشدنا ووفقنا. الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وتركوه. ولا الضالين، الذين تركوا الحق على جهل وضلال. آمين، اللهم استجب، وهي ليست من الفاتحة، يعني ليست آية من آيات سورة الفاتحة. وبذلك أحبائي نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم، وكما تعودنا الواجب تقويم الدرس صفحة 51. وفي النهاية، وفي نهاية لقائنا، نرجو أن نكون قد قدمنا ما يفيدكم، وإلى اللقاء في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.